من وجهة نظرك السمين اللي احنا بنقف ناكله هاتيات شوربة كوارع وسمين وممبار بوجهة نظرك دي لحمة ايه؟ السمين بقى سيدي الفاضل برضه سقط الحمار بيستعمل ولا بيرموه؟ لا لا لا، سقط الحمار بيستعمل، كل حاجة في الحمار بتستعمل. الممبار، الفشة، ممبار الحمار؟ ممبار الحمار زي ممبار العجل بالظبط، زي العجل بالظبط، زي العجال بيستعمل؟ طبعا، ويتحط فيه الرز ويتسلق ويبقى التموت وتعلق على العربيات بالصلاه على النبي، زي السلك بتاع النور كده بتاع الافراح، ويتعلق وجميل قوي خالص يا جماعه. محدش واحد دخل جواه عارف انه ده ممبار حمار. طب ولحمه بقى الراس اللي بناكلها جوهره بقى وال لا يا بيه، بص احنا عايزين ناخدها واحده واحده، عايزين ناخدها واحده واحده عشان يبقى الكلام ليه اصول. كيلو ممبار النهارده من فاضي يعني اللي هتشتريه النهارده ب 80 جنيه، وب 90 جنيه كيلو الممبار. عايز بقى يتحشي ورز كيلو وخلطه. الفشه، كيلو الفشه، كيلو الفشه عند الناس اللي هم الجزارين، اللي هم بتوع الجزاره اللي بيبيعوا الحاجه بتاعت الصاد بتاع العجل. كيلو الفشه النهارده عامل 100 جنيه. كيلو الفشه وبعدين انت بتجيب الكيلو، ما هو الكيلو يا اخوان ما لازم نفهم برضه، الكيلو بيجي قد كده، كيلو ايوه بيتسلق ويكمر في المايه بيبقى قد كده. اما واحد يجي يقول لي هات الغيب ب 10 جنيه، يبقى هو الكيلو اللي انا القمر في المايه اللي قد كده دون مش هيعمل مثلا 7 ترغيف او 5 ترغيف او 6 ترغيف مثلا، ما يعملش. طب فين حق الحاجه؟ بلاش مكسبي انا بقى صاحب نور وميه وعماله وسلطه ومخلي ومعايا ناس شغاله. وقال واحد النهارده بيشتغل مش اقل من 200 جنيه. طب انت هتجيب له منين الراجل، الناس اللي شغاله تجيب لهم منين؟ تمام، انت عايز تكسب وتروح بفلوس، انت صاحب المحل. طيب يعني انت من رايك ان السمين قولا واحدا سمين حمار؟ لا لا، ما يقدرش يجيب اللي هو العجال، ما يقدرش يجيبه، يخسر. شق تاني في الاكل، احنا عايزين نعرف ايه الفايده. نتنقل لشق تاني، سندوتشات اللي احنا بناكلها رغيف ابو 3 جنيه دوت، اللي هو ايه الكبده وبتاع والحق ايوه لا لا، وممكن يوصل ل 4 جنيه و5 جنيه عشان احنا في الغلو ده. كيلو سندوتش الفول النهارده او الطعميه النهارده ب 7 جنيه و8 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 10 زي التابعي، زي مثلا ده ب 15 جنيه، انا جايبه ب 5 اللي هي دي مثلا، ده بيديك الترشي ب 10 جنيه، الترشي علبه الترشي قد كده. طيب لا، ده بالنسبه للسندوتشات الكبده دي ايوه اللي هي دي، لا دي كلاب سيرف يا ريس، كلاب سيرف يا باشا. ايه كلاب سيرف؟ كلاب سيرف، سيرف. انت مسؤول عن كلامك؟ انا مسؤول عن كلامي. كلب بيهوهو سيرف، كلاب الكبده اصلا. دي الكبده عند الجزار. طب خليها مع بعض شويه، خدوا بالكم من النقطه دي يا اخوان. أيوة. لو سمحت. ايوه الكبده عند الجزار بتتباع قبل الذبيحه ما بتنزل. هات يا ام محمود، احجز لنا والنبي يا اخويا، احجز لي 2 كيلو، كيلو 3 كيلو 4 كيلو قبل ما الذبيحه بتنزل عند الجزار بتكون الكبده متباعه فعلا. طب انت يا حلو يا امور يا اللي بتبيع الرغيف ب 3 و4 جنيه و5 جنيه، هتجيب كبده منين ان شاء الله؟ اذا كانت بتتخطف كبده مجمده؟ لا، الكبده المجمده النهارده دي بعيدة عن بقك يا جميل. حتى الكبدة المجمدة بعيدة عن بقك؟ امال ايه، ده كيلو الكبدة المجمدة النهاردة عامل 140 جنيه 140 جنيه كيلو الكبدة المجمدة اللي هي اللي بيقولوا عليها البرازيلي كفاية كده على الكبدة. استنى اديله نضارته، خلينا نكمل اللي خلاص احنا دخلنا اقفل قفلنا يا طلعت بيه. هو انت كده حلو، وريني كده، مش لازم تشوف يا طلعت بيه. امرني بصفتك راجل اكبر مننا سنا واعلمنا خبره، في نظر معاليك لحمه رغيف الحواوشي اللي موجود ده عباره عن لحمه ايه؟ قولا واحدا. بص يا سيدي الفاضل، أيوه. صلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا شك فيه. احنا بس مش عايزين نكذب على نفسينا، مش عايزين نكذب على نفسينا. ايوه احنا مش عايزين مجاملات، تتكلم على كده. لا مش عايزين نكذب على نفسينا. رغيف الحواوشي من الاخر حمير صرف قولا واحدا. يا حمير يا كلاب. طب ليه هو لحم الحمار الكيلو بتاعه بكام؟ لا لحم الحمار
الكيلو ممكن يوصل دلوقتي في الغلو اللي احنا فيه ده 20 جنيه 15 20 جنيه كيلو. الكيلو لحمة الحمار اه توصل دلوقتي 15 و20 جنيه كيلو لحمة الحمار. هاي طيب ده بالنسبة للحم الحمير. طيب انما لحم الكلاب ببلاش. ببلاش؟ اه ازاي ببلاش؟ لان اللي جاء الراجل صاحب الحمار ده باع الحمار. باع الحمار ليه؟ مصاب في رجله اه ما بيقدرش يجر أوه. ما بياكلش اه اي المهم ده بيبيعه مش بيشحته او بيرميه أوه. انما الكلب ايوه في الشارع ملاش صاحب ما حدش هيبيعها يعني. طب ومن وجهة نظر معاليك احنا خلصنا من شق الحواوشي اللي هو لحمة حمار، ندخل على ماشي بقى عضاني. انا الوقت عايز ضاني وبروح على إلية الخروف متعلقه في الضاني وبتزي الفل وشايفها بعندي ما فيهاش غش بقى. لا فهان ما فيهاش هو يعلق لك الخروف سليم اه ده يا استاذ صلي بينا. اللي هي دي لا مؤاخذه بايه بقى جايبها منين متى يعني الضاني ما بقاش الكلام. ايوه انا تحت امر. بص يا بيه صلي بينا عليك صلى الله عليه وسلم. هو بيجيب الكلب ايوه بيجيب الكلب كلب اه جميل. طب وهيجيب ليه الخروف ما تسبقش اه هو بيجيب الكلب ويجيب الليه ويقوم مخيطها زي التعوير ما بتروح المستشفى خيطوا لك 7 غرز 8 غرز بيخيط الليه بتبقى منازله كده والكلب متعلق والليه ما حدش في الدنيا لو جن مش هيقول ده كلب مش هيقول ان ده كلب. لا 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 لا, لا. خروف زي ده يبقى حمار ليه اهي ويعمل له كده اهو بالسلام يخبط له كده على ايه هيتخلص زرايبي جميل كده عملته كده وليه بتخيطه وهو كلب ويقطع لك ويقع واقول له هات فخده هات فخده كلب. اديك اللي انت مش بتقول له هات فخده كلب انت شايف خروف انت لو عايز حتى اول حاجه هم بيبيعوا اصلا ما بيقدروش يطلعوا فوق عند الليه عند العصفوره آه. اول حاجه يوم جايب لك من تحت الرقبه خلص الرقبه بيخش على نص الربع الاولاني بيخلص الربع الاولاني يقوم داخل كده عايز ريش عايز حته مثلا من الجند عايز حته بس انا بشوفها مختومه بشوفها مختومه بالختم. ختم ايه الختم ده احنا اللي بنعمله اه لا الختم دون ايوه اروح العتبه اجيب لك 500 مليون ختم زي ما انت عايز عند الجماعه اللي هم عند شارع عبد العزيز انا عايز ختم زي ده بالظبط تيبيكال ختم ايه يا حاج الاول كان يعمل اسبوع ويعمله لي بقى ولا في نفس اليوم في نفس اليوم الاول كانوا يجيبوا القلحة سلكه ناشفه محمله وحطه في سلكه هنا زي الروله كده بتاعت النقاشين اه بالظبط ويعملها لون احمر ويمشيها على عدي لا الغي البتوع ده وقت بتاع المدور ايه بتاع المدور ده في 500 مليون ده لو عايز مليون دلوقتي اعملها يعني افهم من كده ان الضاني اللي احنا بناكله ده لحمه ايه؟ لا كلاب مش ما في ناس عندها لحمه ضاني بس غاليه افهم من ايه لحمه ايه قولا واحدا كلاب قولا واحدا كلاب